الطلاق أيها الإخوة كلمة بسيطة حروفها معدودة وقليلة لكنها شديدة أيها الإخوة. الطلاق يهدم البيوت، الطلاق يشتت الأسر، الطلاق تنشأ بسبب الانحرافات في الرجال والنساء وفي الذرية، تبقى المرأة أيمة والأولاد حال كحال اليتامى، وسيضيعون لا محالة بين انشغال الأب وقسوة الأب وخصوصا إذا تزوج امرأة أخرى، وبين عدم قدرة الأم أو إهمال الأم، أو إذا ما تزوجت المرأة رجلا آخر سيضيع الأولاد وينتشر الفساد في المجتمع كما هو حاصل. عندما أذن الله عز وجل في الطلاق إنما أذن فيه سبحانه وتعالى وشرعه للحاجة الملحة إليه، لم يشرعه المولى سبحانه وتعالى محبة له ولا ترغيبا للعباد فيه.